اللي بغيت نقول لكم فاش نزلت النمره ديالي فيها صافي بقاو الناس كيتواصلوا معايا على الواتساب تيصيفطوا لي في لي فيديو ديالها، يعني اللي شيء مزري بزاف اللي اي راجل مغربي يشوف دوك لي فيديو ما يقدرش يتزوج بديك الانسانه وما يقدرش يدير معها عقد حيت كرامه الانسان فوق كل شيء. اهلا ومرحبا المشاهدين جريده الوانكم من جديد مع شعيب رجل ويام ستار ابريتاج الحقيقي. اليوم غنطرح عليك عده اسئله خويا شعيب، لان خرجت ويام ستار قبل يوم او يومين، مهم احنا ما عرفناش اللي خرجت، بواحد الفيديو كتوجه لك اتهامات خطيره اللي كتقول شعيب جليل الدار تهدى عليا تكرفس عليا بغيتي تطلع القناة ديالك. حنت طرحنا عليك بعض الأسئلة، لكن اليوم شفنا هذا الفيديو اللي بغينا نعرفوا الحقيقة من عندك انت، لأن ويام ستار ما كايناش في مدينة الدار البيضاء، وبغينا نعرفوا آخر الأخبار من عندك. السلام عليكم خويا محمد، معكم مشعب منان كازابلانكا. المشكل اللي كان وقع انني انا ديك السيدة ما ضربتها، ما قربت لها حتى شي حاجة، هذيك السيدة بغات تصيفطنا الحبس بغات عليها باطل، والحمد لله اللي معارضات الوالدين معمرو غيخيب، وانا ديك السيدة ما حطيتش على يدي ما ضربتش حتى شي حاجة، وكنعرف انا اللي كيكون مضروب كيمشي كيديكلاري عند البوليس، كيمشي كيديكلاري عند البوليس ويدير محضر ديالو ويدير شكاية، هادشي اللي تنعرف انا. انا داك النهار عيط عليا واحد الدري كيسكن حدا ويام ستار، هو مرتو، مرتو كانت كتريح مع ويام كتعاونها في الدار و لا كتعاونها في الدار، كتعاونها في الدار. داك السيد تعرفت عليه صافي، داك النهار عيط ليا قال لي جي عندي وريح معايا بغيت نهضر معاك، وهادي على خصوص ويام ستار، وهادي راه مدام ديالي راه مريحه معاها وراهي في حاله لا يرثى لها، وهادي صيفط لها ميساج قلت لها مالك ما كاين باس، قالت لي اه كاين وهادي جي عندي وهادي. المهم انا مشيت عند داك السيد ريحت معاه في الدار، تصيبوا العشاء الدار اللي كتكون فيها ويام ستار، اولا الدار ديال هذاك السيد؟ لا الدار ديال داك السيد، انا مشيت للدار ديال داك السيد حيت انا صافي. مشيتيش للدار ديال ويام ستار؟ لا ما مشيتش للدار عنده ويام ستار مباشره، مشيت عند الدري بقيت مريح انا وياه، ومشاو معايا واحد الدراري صحابي جوج كانوا معايا دوسلوني بالطوموبيل، طلعنا ريحنا عنده شويه، الدراري مشاو انا بقيت مريح معاه شويه، المدام ديالو طيبات العشاء، عيطت عليه عيطت على راجلها قالت لي صافي جيب معاك شعيب واجي. في الاول انا كنت مضرد ما بغيتش نمشي، بقى عليا داك السيد مع كامل احترامي ليه بقى عليا لا شعيب صافي، يعني صافي اللي خلاني تردد انني واخا غادي نمشي على وجه هذاك السيد وهادي راه ما غنرجعش ليها وما غنتزوجش بها وما غنتكاتبش معاها عاوتاني، حيت عارفه في واحد النقطه وغتكمل ليا الموضوع اللي كنتي غادي فيه. لكن قبل جينا عندك درنا معك واحد الانترفيو، قلتي لي انا مستعد بكل تضحيه من اجل الريتاج ومن اجل باش نقود حتى هي من هذا الشيء اللي كدير في مواقع التواصل. وانا هذا الشيء اللي كان انا درت هذا الشيء اصلا على ود ريتاج وعلى ود انا نكسب فيها اجر هذيك السيده، وماشي على ود انني ندير البوز ولا ود انني نطمطم على فلوسها ولا ديك الهضره كامله، انا بغيت غير اجر في ديك السيده الا كانت كون كان بغات ترجع للطريق. مي الحمد لله ربي نجاني منها برضات الوالدين. اللي بغيتكم تعرفوا بان ديك السيده انا ما ضربتها ما قربت ليها ما حتى شي حاجه غير الباطل، وحاجه واحده انا يا حتى معايا رجع معايا ملي كنتي عند الصديق ديالك انت وجوج اصدقاء، لان سولتك سؤال جاوبتي عليه، رجع معايا عند الصديق ديالك ملي كنتي عندو اللي كنتي ما مشيتيش مباشره عند هذا الدار. مشيت عند السيد هو الاول وريحنا عنده راه حبينا وطيبات مدام ديالو العشاء، على اساس اننا غنمشي وريحو مع ويام ستار وغندويو. طلع في الاخير فاش مشينا ريحنا غير المشاكل، السيده لقيناها في واحد الحاله لا يرثى لها، لقيتها سكرانه 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 ديال بصح، وفوق من هذا الشيء يعني السيد بارك معايا معاه مرتو، ما كاين لا احترام لا والو، قلت الاحترام قلت الادب، كتنوض عند السيد تبرك حداه
بقى تهضر مع يعني ديك الهضره ديال مع يعني ما احترماتنيش قدام السيد. بقى فيا الحال انايا واحد اللحظه كنت باغي نمشي ما حسدتش عليا الباب ما خلاتنيش انني انا نخرج. قالت لي ما غتمشيش واخا طيح روح هنايا ما نخليكش تمشي غتبقى معايا وهادي بزز انا ما بغيتش نمشي. شويه جا جو كليك ديال اليوتيوب اللي راه معروفين بدون ديك الاسماء راه كانوا معانا. تناقش انا وياها بغيت نخرج من الدار. خرجت واحد اللحظه تفكرت انا لاكارت ناسيونال ديالي باقا عندها. رجعت قلت لها لاكارت ناسيونال ديالي. قالت لي ما عنديش ما بغاش تعطيها ليا باقا عندها الان ما بغاش تعطيها ليا. بقينا كنتصادعوا نتغاوتوا بحال هكا يعني كان الغوات تقطع معايا واحد النقطه وخليك اشنو كنتي بغيتي اشنو في نظرك خلاها تشد لاكارت ديالك؟ في نظري ما عرفتش شنو اللي خلاها تشد لي لاكارت ديك اللعبه ديال ما عرفتش انا ولا داخلني الشك تقدر دي معها واحد ثاني او دي مع واحد ثاني وتكتب معاه بسميتي انا بلاكارت ديالي انا وانا ما نكون عارف والو او 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 اكسيتيرا. تقدر دير اي حاجه بلاكارت ديالك. تقدر بنادم يقتل ويلوح لاكارت ديالك حدا الميت يجيو يهزوا لاكارت ديالك انت راه تلقى تمشي فيها اي يسرق بنادم او يهرس غير الجاج ويلوح لاكارت غير هاد الساعة باقا ما بغيتش ندير شكاية. كنت باغي نمشي ندير على قبل هذاك الفيديو اللي شفته انا اصلا والبارح ما عرفتش فقت انايا تلقيت فيديو متسرب بان السيدة تتهمني بانني ضربتها. ومن هذا المنبر هذا بغيت نقول لك حنا في المغرب الحمد لله كاين السلطات وكاين الشرطة الله يخليهم لينا والبونجور ديالهم. انتيا خرجتي في واحد الفيديو تتقولي ما كاينش البوليس في البلاد ما كاينش الحكومه في البلاد هذا الشيء يقدر يصيفطك للحبس. يعني انت كنت في واحد الحاله يعني لا يرشى لا يعني كنت واكله شي حاجه او شاربه شي حاجه يعني في نظرك انتيا واش هي مصدر قواها العقليه في ذاك الكلام اللي قالت في ذاك الفيديو؟ سي نورمال ماشي في قواها العقليه حيت واحد يعني في كامل قواه العقليه ما غاديش يقول هذيك الحاله الا لما كان سكران او شارب شي حاجه اللي تخرجوا عن السيطره ديالو ويدير هذاك الفيلم ويدير هذاك الحاله في الشارع. يعني صعيب شي واحد يكون يعني نورمال. هذيك الساعه هي كانت عندك الصديق ديالك اللي جيتي انت عنده معروض ولا جات وقاتك عنده؟ لا هي اصلا ما جاتش. حنا مرت هذاك السيد هي اللي عيطت علينا قالت لنا صافي العشره طاب اجيو. انا حتى كون مشيت ما كنتش غادي ناكل معاهم حتى كون حطوا العشاء ما كنتش غادي ناكل معاها حيت انا ما تنثقش في ديك السيده هو مسطر تولي ديري لي شي حاجه. حيت طلعات في فيديو تتقول لك انا غنشدو غنجيب له وسخ ديال الحمام ونوكلو ليه ونوري المون ديال المو. دابا هي باغي تنتقم مني باي طريقه باي طريقه باغي تنتقم مني يا اما الحبس يا اما نضربها نمشي للحبس يا اما طيع عليا الباطل يا اما بحال هذا الشيء. يعني انت كتشوف يعني توقعات ديالك هذا ماشي توقعات هذا الشيء يعني باين راه شي حاجه اللي سيفغي من خلال هذاك الفيديو اللي خرجت فيه بالليل دايره لايف ما عرفتش الوقت انا معاش ومسحاتو. علاش تمسحو اصلا واخا مسحاتو راه الناس ريكورداو الفيديو راه الفيديو لحد الان باقي كاين في فيسبوك كاين كل شيء. تتعير السلطات المغربيه تتعير الحكومه. من هذا المنبر تنقدم تحيه ديالي انا للحكومه كاملين والدرابو وبحال هذوك الناس اللي كيطلعوا كيشوفوا السمعه ديال المغاربه ويشوفوا السمعه ديال البلاد ديالنا. هذوك خصهم يتحاسبوا خصهم يتحاكموا ويتعاقبوا على هذا الشيء اللي كيديروا. بغيت نسولك على ويام ستار عندها شي وظيفه اخرى من غير شونس الميديا او لا شونس الميديا فقط؟ خويا محمد كيف ما كتشوف ما عندها حتى شي حاجه غير ديك بنت هيريتاج هي اللي مستغلاها وكتخدم بها وكتدخل بظهر الفلوس في ديك القناه ديالها. وانا من القدام ما غنسمحش لها تطلع بنتي في الفيديوهات في السوشيال ميديا للعالم وتشوه لي في بنتي. وفوق هذا الشيء واش الدريه ملي غادا تكبر غادا ترضى بهذا الشيء اللي كدير فيه امها قدام العالم وغنتابع على هذا الشيء اللي تدير فيه. نسولك من بعد ما كانت خرجات كتعلمك انك مشيتي وخديتيها مشرطه هي والبنت ديالها وكتنعس غير في واحد الصندوق
وكان هذه الميلودي ما بين الاسباب اللي طلعوا لها قناه لانها كتقول لك ما بغاتكش تطلع القناه وما بغاتش تهضر عليك باش ما تشاركش. والسبب الاول اللي طلعت به هي وبانت ان بي انايا كانت ديما تجبدني بانني هربت عليها. السبب الثاني يعني الوالده ديالي كانت ديما تطلع وتشتمها، وفوق هذا الشيء كان احتواها واحد السيد اللي سميتو عادل الميلودي الله يكثر خيره، من هذا المنبر نقدم ليه التحيه، دخلها لدارو رفع لها القناه وكلها شربها ما خلى ما دار لا هو ومرشو مرتو حتى هي الله عمرها دار ما خلات ما دارش. في الاخر طلعات في فيديوهات تتسب لهم في العرض ديالهم، تتسب ليه في الام ديالو، تسب في عادل. هادشي شوفوا نتوما هاد السيد ما تعرفوا موالو، دخلها ودار معاها لو جيست، طلعت هي في الاخر تتعير فيه. يعني اتوقع اي حاجه تقولها عليه حتى انا. واخا رجعنا بالشروط اللي كنتي شرطتي على ويا مسطر باش تكون الزوجه ديالك، قلتي ليا في واحد الفيديو نويت باش نكمل المصداقيه ديالي بينها وبين ديفاين ديالها وبيني مع ربي، وبغيت ندير واحد الحاجه باش حتى انا ما نخليش البنيه ديالي نشرب. ارجع معايا لهاد النقطة التحديد. أنا صراحة كنت باغي يعني نتزوج بها ونقد بنتي وناخد أجر في سبيل الله، ماشي على أساس نطيح كرامتي ولا على أساس أنني ندير البوز ولا على أساس فلوس ولا شي لعيبة. هادشي درتو أنا درتو في سبيل الله، وكنت باغي نديرو في سبيل الله بلا سوشيال ميديا. واخا رجعنا لواحد النقطة خويا شوية، منين كنتي مع ويليام ستار في الدار، ملي كتدخل دوك الفيديوهات كتشوف التعاليق ديال الناس اش تيقولوا ليها، اشنو كان كيقول لك راسك ديك الساعة؟ ما نكذبش عليك أنايا ما كنتش كندخل كاع نشوف هذوك لي فيديو، حيت يعني ما حطهمش في راسي، وما كنتش كنظن أنني غنشوف هذوك الفيديوهات اللي صيفطوا ليا الناس مؤخرا. يعني في حالة لا يرجع لها، وشو الكومنتات اللي تكتبوا لها الناس، يعني حتى عيب من بلدان الاخرين تكتبوا لها شي كلام اللي قبيح وتضرب بسمعة المرأة المغربية. وصراحة هذيك السيدة ما تشرفناش اصلا انها تكون مرأة مغربية قسما بالله. ولكن هي راه دائما ملي كتطلع بشي لايف ولا شي فيديو ولا شي حاجة كتقول لنا انا ما شاربش الدواء، اشنو كتعني بهذا الكلام؟ يعني بداك الكلام بالدواء هو يعني مخدرات بصفة عامة، ما شارباهمش ما دايراها او ما دايراهمش، يعني هي مبلية. اش نقول لك، راه المغاربة تيشوفوا بلا ما، حيت هي غتبقى ديما موت بنتي ما غنبغيش المضرة ليها. لكن باش تخرج وتضرب لك السمعة ديالك امام المغاربة، شحال من مرات ملي كنشوفو كلام مع انها باغا تقرب من المد باغاك، يعني دارت جميع في الوسائل باش توصل عندك شويه. هذوك الحوايج اللي دارت اصلا في شي ما، يعني اللي شافه من الواحد ماشي من مصلحتي انني انا دابا هذاك الشيء اللي دارو بانني غادي نرجع ليها ولا غنكون معها، بالعكس داك الشيء اللي تدير فيه تزيد يكرهني فيها وما غنبقاش نشوف فيها اصلا. يعني كان الهدف ديالك باش تشوفها وتقول ديك البنيه؟ الهدف ديالي انا كنت باغي نقعد على البنيه انا ونكسب فيها هي اجر في سبيل. ولكن سولتك وقتي قلتي لي واخا كدير الاخطاء انا ناوي ندير الاجر في هذه السيده. واخا كدير الاخطاء ولكن في الاخر ما بغاش، يعني انت شفتي شرط على واحد الشروط اللي يعني ساهلين وبزاف، تقدر اي بنت بنت الناس وبنت فاميليا تقدر دير بدوك الشروط وغتكون عايشة في واحد، غتكون يعني بخير ومجوجة ومستقرة مع راجلها وبنتها. ما هي يعني شنقول لكم، استمرات في داك الشيء ديالها وما عمرها تقدر تقطع داك الشيء اللي هي فيه حاليا. نظرك انت علاش ما تقدرش تقطعها؟ لانها كتجيب منه واحد الضغط اليومي ديالها. ما نكذبش عليك، من طبيعه الحال يمكن هذاك الشيء اللي كديرو هي في على السوشيال ميديا تقدر هو اللي كيدير لها المشاهده وكيهز لها المشاهده وكتدخل به الفلوس. الله يسهل عليها، انا ما عرفتش نقول لها، مي خصها تغير المحتويات ديالها وخصها تكون يعني تبين على راسها انها امراه مغربيه حره. ولكن في نظرك رجعتي الفيديوهات قبل ما تجي من الامارات
لا لا ما كنتش كنتفرج في هذا الشيء كاع انا دخلت المغرب وما كنتش غنتفرج حتى غنرجع نتزوج بها ونزلت النمره ديالي في السوشيال ميديا في القناه ديالي في اليوتيوب بداو الناس كيصيفطوا القناه ديالي هي شعيب ابو ريتاج تيري بالويت واحد هذه القناه ديالي اللي بغيت نقول لكم فاش نزلت النمره ديالي فيها صافي بقاو الناس كيتواصلوا معايا على الواتساب تيصيفطوا لي في لي فيديو ديالها يعني اللي شيء مزري بزاف اللي اي راجل مغربي يشوف دوك لي فيديو ما يقدرش يتزوج بديك الانسانه وما يقدرش يدير معها عقد حيت كرامه الانسان فوق كل شيء.